رقم أربعة هو من الأرقام الزوجية. رقم أربعة هو زوجي. حبيب ماما، حبيب خالة، أنت وياي؟ إيه لبه معك معك. رقم أربعة شنو؟ زوجك. شنو؟ رقم أربعة شنو؟ زوجك. ابني أي زوجي؟ أنت تستهبل لو شنو؟ والله ما استهبل أستاذة، توك تقولين أربعة زوجي. يا بني آدم افهمني، رقم أربعة، بعدين أنا بنية مو متزوجة. طيب إيه يعني ليه تبلين على الرجال يعني؟ شنو تبلع على الرجال؟ أي رجال؟ أربعة زوجك، والله قايلة أربعة زوجي، خلاص الله يرزقكم الذرية الصالحة، اشتخلني أنا زوجي. ابني أنا مو متزوجة، افهمني، أنا أقصد رقم أربعة زوجي. أنا سعيد. تو مي بقالت بلسانها أربعة زوجي. والله يا أبلح أنا سامعك، والله ما تقدر تبلن على خوينا، ترى قلتي أنت أربعة زوجي. إي ماما أربعة زوجي، بس أنا مو متزوجة. شنو؟ أربعة زوجي بعدين بلن متزوجة. عرفت يا عيال، ما أدروها ترى ما كان. احكي شنو؟ متزوجة بالسر.